جزاكم الله خيرا. في بلدي وفي منطقتي بالتحديد، وعندما يتوفى بعض الناس في القرية يقولون إن روح فلان خرج ليلا وحضر إلى القرية وهو يصيح، ويذهبون إلى بعض الشيوخ ويكتبون لهم لوحة، ويذهبون باللوحة إلى قبر المتوفى ويضعونه فيه، وبعد ذلك ينتهي هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، هل هذا صحيح أم مجرد اعتقاد وخيال؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح، وهو من الخرافات التي يروجها هؤلاء المخرفون وهؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات من أجل ابتزاز أموال الناس والتشويش على عقائدهم. الواجب ترك هذا العمل وإنكاره. الأموات يدعى لهم إذا كانوا مسلمين ويستغفر لهم، تصدق عنهم، هذا الذي ينفعهم وهذا الذي وردت به الأدلة. أما هذا العمل الذي ذكره السائل فإنه من البدع والخرافات التي تفسد عقائد الناس ولا تنفع الأموات ولا الأحياء. نعم.